12 o'clock midnight. أهلا وسهلا، اليوم راح أحكي لكم عن ساندويتش التوست. أول شي بحمص التوست كتير منيح، بعدين بحطه على جنب لحتى يبرد، بعدين بضيف عليه جبن للطلي وبوزعه على كامل التوست بهيدا الشكل. بوزعه هيك لحتى ما يكون في ولا مكان فاضي وتكون موزعة عليها كلها. بعدين بضيف شطة أو حر على حسب اللهجة تبعوكم، بوزعها كمان على كامل التوست. بهيدا الشكل بعدين بضيف علي التونة لحتى يضيف هيك نكهة كتير حلوة وطعم مميز. بعدين بضيف علي بيض مسلوق وبقصه لدوائر هيك وبحطه بهيدا الشكل عشان تتوزع بكامل التوست. بعدين بضيف علي شوية ملح وشوية فلفل أسود، بعدين باخد التوستيتين وبحطهم فوق بعض لحتى نتحصل على ساندويتش التوست. هلاو تونا. هلأ رح ضيف جمالية على الطبق، رح حط خيار قصيته هيك لدوائر كمان وحطيته بهيدا الشكل تضيف جمالية. هيدي الساندويشة للناس اللي بتسهر وبتجوع، فهيدي وصفة سهلة سريعة وصحية وخفيفة كمان وما بتاخد كتير وقت. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من الوصفة وعجبتكم. على السلامة.